هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة المجيد، كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ الشعب بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. لقد احتفل شعبنا الأبي بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة، وهو الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فتحية تقدير واحترام لجميع شهدائنا المخلصين الذين حققوا هذا الانتصار العظيم. كما تفصلنا أيام قليلة عن احتفالنا بأعياد وطنية ودينية أيضا، حيث نحتفل في الأول من مايو بعيد العمال، فتحية تقدير لعمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلا ونهارا إيمانا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يحتفل إخواننا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعي. وإنني باسمي واسمكم جميعا أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة